بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع تمارين الشاردة والمحلول الشاردي، ومع التمرين رقم 8 من السلسلة الثالثة أوظف معارفي. هذا نصه أمامنا، يقول: تحمل قارورة ماء معدني ملصقة كما هو مبين في الشكل. إذن سنتأمل هذه الملصقة وما هي البيانات والأرقام الموجودة عليها. يقول: انطلاقا من معطيات الملصقة أكمل الجدول التالي بحيث نسمي اسم الشاردة التي وردت في الملصقة وصيغتها الكيميائية وتحديد نوعها إن كانت بسيطة أو مركبة. إذن أعددنا هذا الجدول لنرتب فيه أنواع الشوارد. إذن لدينا اسم الشاردة، صيغتها الكيميائية، ونوعها إن كانت بسيطة أو مركبة. إذن الشاردة الأولى الواردة في الملصقة هي شاردة الكالسيوم، صيغتها الكيميائية Ca2 زائد. هذه الشاردة هي شاردة موجبة بسيطة. الشاردة الثانية هي شاردة المغنيسيوم، أيضا هذه الشاردة صيغتها الكيميائية هي Mg2 زائد، إذن شاردة بسيطة موجبة ثنائية. الشاردة الثالثة هي شاردة البوتاسيوم، وهذه الشاردة أيضا هي موجبة K زائد، وهي شاردة أحادية بسيطة. الشاردة الرابعة هي شاردة الصوديوم، صيغتها هي Na زائد، وأيضا هذه الشاردة هي موجبة أحادية بسيطة. الشاردة الموالية هي شاردة البيكربونات، شاردة البيكربونات صيغتها الكيميائية HCO3 ناقص. تلاحظ بأن هذه الشاردة سالبة أحادية وهي مركبة. الشاردة الموالية بعد البيكربونات حسب الملصقة هي سلفات، يعني الكبريتات. شاردة الكبريتات هي SO42 ناقص. نقول سلفات يعني باللغة الأجنبية، وبالعربية شاردة الكبريتات SO42 ناقص. تلاحظ أنها شاردة سالبة ثنائية ولكن أيضا مركبة. بعدها لدينا شاردة الكلورور أو شاردة الكلور، صيغتها Cl ناقص. تلاحظ أن هذه الشاردة بسيطة سالبة أحادية، بسيطة سالبة. ثم بعد ذلك لدينا شاردة النترات، شاردة النترات صيغتها الكيميائية NO3 ناقص. تلاحظ كذلك أن هذه الشاردة سالبة أحادية مركبة، سالبة أحادية مركبة. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. ب: يحتاج جسم الإنسان يوميا إلى 300 ميليغرام من المغنيسيوم. هل الشخص الذي يستهلك 1.5 لتر من الماء من ماء معدني تركيز المغنيسيوم فيه هو 17 ميليغرام في اللتر، تكفي حاجته اليومية من المغنيسيوم؟ إذن مثل ما ذكر، إذا كانت حاجة الإنسان إلى المغنيسيوم تقدر ب 300 ميليغرام يوميا، فإن 1.5 لتر من هذا الماء الذي يستهلكه لا توفر له إلا قيمة قدرها 25.5 ميليغرام من المغنيسيوم، بمعنى أن هذه الكمية التي يتناولها من الماء هي غير كافية. يعني إذا اعتمد على الماء لوحده، وهذا غير ممكن لأنه سيعتمد على الكثير من الأغذية، يعني قلنا إذا اعتمد على الماء لوحده فإن هذه الكمية تحتاج إلى مضاعفة، يعني ربما يحتاج إلى 10 أضعاف هذه الكمية، يعني 15 لتر
ليحصل في الأخير على 255 ميلي غرام، يعني لم يصل بعد إلى 300 ميلي غرام، أو يحتاج إلى استعمال ماء آخر، ماء معدني آخر غني بالمغنيسيوم، يعني تكون فيه كمية المغنيسيوم أكبر من هذا بكثير. إذن فهذه الكمية التي يتناولها بهذه المعطيات لا تلبي له كل حاجيته. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حل هذه الوضعية. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.